حنوجد معاكم اليوم كريمة الفرماج. كريمة الفرماج معناتها مايونيز، بصح ماشي تاع البيض، معناتها فرماج. وش نحتاج؟ نحتاج 4 حبات فرماج، 4، بصح تكون طرية ماشي مهنا هذيك اليابسة. الله يبارك، عندنا فرماج من نوع عليه. عندنا كاس حليب، شوفوا راني ندير بالجوتابل، كاس حليب وزوج كيسان حليب ثاني جوتابل، زوج جوتابل زيت. هاوليك نديروها كيف كيف، ندير 4 حبات تاوعي هاوليك، وندير معاهم الكاس الاولاني تاع الزيت، ونديرو الكاس الزاوج. شوفوا راني حندير كلش على ضربه، ندير الكاس تاع الحليب تاعي هاوليك، ندير شويه تاع الملح، هاي الكميه تاع الملح اللي نديرها، ندير العصره تاع قارص، ندير شويه تاع موتارد هايلك، وهنا نجي نخلطها كومبلي. هاوليك على بالي باش ما عندكمش الحس، نضربها. السر تاعها وشنو؟ كي نضرب ما نديرهاش ديراكتومون، ونحبس شويه ونحبس. هذه هي لازم تتقطع، على جال هذا الشيء اللي تنجح لكم. لو كانت ديريها هكا على طول ما راحش تنجح لك. شوفوا القوام اللي عطاتولي، ها هي مايونيز تاع فرماج، والبنه هايله ما حاش تستغناو عليها هايليك. بصح شوفوا انا عطيت لكم زوج استوس، قلت لكم ديروا كلش على ضربه، كلش على ضربه، وتبداي بالميكسور تدي وتجيبي، تقطعي معناتها تقطعي بشويه، تضربي وتحبسي، تضربي وتحبسي، وديريها في حاجه ضيقه. شتو هادو اللي يجوا مع الميكسور ديروها معاها، ما ديريش في حاجه مفتوحه. كي تجي حاجه مفتوحه والله ما تنجح لك، نعطيها لك من عندي انا، ما تنجح لكش. كي ديريها في حاجه مغلوقه هكا راح تنجح لك. سيوها ما حاش تندموا عليها. نتمنى ان شاء الله تعجبكم.